طبعا كنت متخيل ان جابر هيكلمك في موضوع الفلوس. على حسب تهديدك كنت فاكر كده فعلا. انا ما اقدرش اعمل معاك كده يا صابر. بعدين يا سيدي، انا من ساعه ما عرفتك وانا ما شفتش غير كل خير. ايه اللي خلينا ضيقها؟ شوف يا سمير بيه، انا الفلوس بتهدد بيها ولا سكة الشر بمشي فيها؟ مين جاب سيرة الشر؟ انت عملت كل الخير مع جابر واولاده، محمد الحسيني، وهرجع الحق لاصحابه. وهاني سراج تاجر السلاح، انت اللي جريته وهربته وسبته. يعني لو كنت دليته على الخير كان عارف يختار. ده تاجر سلاح، هنصحه ازاي يعني؟ انت عارف صفقة السلاح راحت لمين بعد ما سمع كلامك؟ لحكومة دولة أفريقية بتحارب شوية عيال متمردين. يعني خير؟ تاجر سلاح بيبيع لحكومة الدولة كاملة؟ هي دي تجارة السلاح. أكبر دول العالم بتتاجر في السلاح. يعني عندك مثلا راجل اللي اخترع الديناميت، أنت عارف إنه مات من الزعل؟ عارف ليه؟ لأنه هو كان متخيل إن الاختراع بتاعه ده البشرية هتستفيد بيه، يعني هيفجروا بيه الجبال، المناجم. لكن مع الأسف، عارف البشر استخدموه في إيه؟ إنهم بيقتلوا بعض. بتحلل كل حاجة بالطريقة اللي تفيد رغبتك. لأنه كل حاجة في الدنيا ليها وجهين، الصح والغلط. أنت اللي بتقرر اللي عندك بتستخدمه في إيه. أنا يدوب أحطك على الطريق والباقي بتاعك أنت. بص يا صابر، أنا مقدرش أجبرك على حاجة أنت مش عايز تعملها. ولو فاكر كويس أول مرة شفتك فيها قلتلك إيه؟ أنت هتستفيد وأنا كمان هستفيد.